مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج هذا ديننا. هذا ديننا لنتعلم ديننا لنتعلم ديننا. مشاهدينا الكرام، نستكمل اليوم ما بدأناه مع فضيلة الشيخ أيمن، الدكتور أيمن علي، محاضر جامعي ومستشار أسري وتربوي وراق شرعي ورئيس هيئة الدعوة وعضو لجنة الفتوى بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي. هنستكمل ما بدأناه من تعريف الناس الرقية الشرعية، الرقية الصحيحة، ما هو السحر، أنواع السحر، أشكال السحر، كل ما يتعلق بموضوع السحر والمس والرقية الشرعية بطريقة شرعية حسب الكتاب والسنة النبوية الشريفة. كثرت هذه الأيام للأسف الشديد كثير من المشعوذين وكثير من الدجالين والدجاجلة، الاثنين واحد يعني، دجاجلة ودجالين. لكن اليوم معنا فضيلة الدكتور أيمن علي، هيعرفنا النهاردة إن شاء الله تعالى بما هو السحر، هيعرفنا على الرقية الشرعية الصحيحة. ونبدأ دكتور أيمن علي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك، حياكم الله وبارك الله فيك. حيا الله المشاهدين. شهر راح ورجعنا تاني خير إن شاء الله. الفترة اللي فاتت اتصالات كثيرة عليا تسألني طبعا عن يعني حاجات تخص الرقية الشرعية وحاجات تخص السحر، وللأسف الشديد احنا للأسف الشديد الأعوام الماضية عمال نستقي من بعض للأسف الشديد الدجاجلة والدجالين. للأسف الشديد نستقي منهم الخبر غير اليقين. لابد من تصحيح المسار. أكيد طبعا. احنا النهاردة عايزين نتعلم، عايزين نعرف يعني رقية شرعية، عايزين نعرف يعني ايه سحر. نبدأ بالسحر، ما هو السحر؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. بداية أرحب بحضرتك وأرحب بالسادة المشاهدين، ونستكمل اللقاء الثاني، فهذا هو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي بدأناه عن العلاج بالقرآن والعلاج بالرقية والفرق بين العلاج بالقرآن وبين الدجل والشعوذة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع السحر، وهو موضوع يخص الجميع، ليس من ابتلي به فقط، لانتشاره كالنار في الهشيم. فينبغي على المسلمين كما ذكرت في اللقاء الأول أن يتعلموا عقيدتهم الصحيحة. فالموضوع عقيدة وليس ثقافة فقط، إنما هو أمر يخص العقيدة. فنبدأ بتعريف السحر. السحر لغة هو صرف الشيء عن وجهه وحقيقته، وهو كل ما خفي سببه. وأما في الشرع كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول إن السحر رقى وتعاويذ وطلاسم شركية كفرية تؤثر في الشخص فتمرض وتقتل، بل تبعد الرجل عن زوجته وتفرق بينهما. السحر عرفه الأقدمون، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد اتهموه بالسحر. معنى ذلك أنهم علموا أن هناك سحر، أنه فقالوا كان موجود ساحر أو مجنون، أنه كان موجودا. نعم. في الأصل. فينبغي على المسلمين أن يتعلموا وأن يوقنوا وأن يصدقوا كلام الله عز وجل. فالذي ينكر كلام الله خرج من دينه وخرج من الملة، كيف لا وقد ذكر السحر في القرآن الكريم وذكر في السنة النبوية الكريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. نعم. شيخنا الفاضل، معليه أستاذنك نكمل ولكن بعد هذا الاتصال. تفضل. الأستاذة دينا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ الشيخ مع حضرتك على هواي مباشرة، تفضلي. طيب انا عايز اسالك، بس انا عندي ابني يعني عنده سن، فبصحى بالليل بيقعد يبكي كتير قوي قوي، يعني انا مش عارفه يعني ده ممكن يكون مثلا ايه بالظبط، معقول ممكن اقرا عليه اي ايه مثلا ممكن اديه شويه، انا بكت عليه مش عنده اي حاجه، بس بصحى بس يبكي كتير يعني. ما فهمتش الاعراض، ما سمعتش. طيب ده بحضرتك مثلا، معلش يعني واحده واحده كده تعيدي بس الاعراض، ايه اللي عنده بالظبط؟ يعني انت شايف عليه ايه بالظبط؟ لا هو مش عنده اي حاجه يعني، انت شفت عليه؟ تمام تمام. يعني لا قصدي الاعراض الظاهره دلوقتي، يعني سيبك من ما فيش اعراض عضويه، ما فيش حاجه عضويه، بس الظاهر يعني. لا
يعني يعني مثلا مفيش أي، كسول مثلا، متنرفز كتير، يعني الحاجات دي، الاعراض دي. لا لا هو مفيش أي حاجة، بس بيصحى يبكي جامد يعني، بفضل حتى إن أنا أسيبه كده مفيش خالص، بيفضل يبكي كتير أوي أوي يعني. بيبكي. عنده كم سنة؟ هو عنده سنة. سنة واحدة؟ ما شيء طبيعي يا أستاذة، شيء طبيعي أكيد إن هو يبكي يعني في هذا السن. يعني طيب إيه مش ممكن. الشيخ، أجيب عليه إن شاء الله. الشيخ هيرد على حضرتك. متشكرين جدا يا فندم، متشكرين، اتفضل يا شيخ. أختي الكريمة، في هذا السن عامة نحن نقول للجميع إن الطفل لا يسحر، الطفل لا يسحر خاصة في هذا الطفل السن يسحر. ولا يمس، إنما يؤذى من الجن من عمار البيت. وإن شاء الله نفرض حلقة عن إن للبيوت عوامر. معلش يا شيخ الحته دي بالذات عشان بقى ايه، نعم. عشان كلنا يحكي الحته دي، ده الواد مسحور، ده الواد ملمسوس، ده الواد لا اتحسد، طبعا ده هذا الواد خطأ، لأن مش كل واحد صدع أو دماغه يعني تعبته فمعمول له عمل. فإحنا ينبغي أن تكون عندنا ثقافة زي ما اتفقنا، ثقافة لكن من شرعية الممكن، عقدية. بس من الممكن ان تكون عين. الطفل ممكن يؤذى بالعين، تمام ممكن يؤذى من عمار البيت، لكن هذا السن سن صغير. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرقي أولادنا ونعوذهم بقوله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وهام ومن كل عين لامة. لما. فنعود أولادنا صغارا أو كبارا ونقرأ عليهم الرقية الشرعية العامة: الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، أواخر سورة الحشر، الإخلاص، المعوذات. ونعلمهم الدعاء وندعو لهم. فإذا مرض الولد أو بكى كثيرا نضع أيدينا على رأس الطفل ونقول له: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تخافي، فالطفل لا يسحر في هذا الوقت. يؤذى من العمار بالبكاء والصراخ، هذا واقع، ونفعل كما ذكرت آنفا بالرقية من القرآن والسنة. طيب دكتور أيمن معنا اتصال وهنكمل معك. تفضل. أم محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة كل عام وأنتم بخير. تفضل. أنت بخير صحة وسلامة على الجميع. تفضلي يا شيخ محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة، تفضلي. والله أنا عايز أسألك على حاجة. تفضلي يا حاجة. أنا بقالي 30 سنة تعبانة هنا والولاد والراجل. نعم. ماشي. لا بأس عليك. كتير قالوا لي إن احمل ربنا، كتير قالوا قرآن، أنا مشغل قرآن ليل ونهار، أنا عشت كلها قرآن الحمد لله. الحمد لله. بس برضه العقوسات والعين، وشفت بعيني اللي عمل، وشفت بعيني اللي سهانا وقصرني، وانا مش عارفه اعمل حاجه. ايه رايك في عزيزتي؟ هقول لحضرتك. طب اعمل ايه يا حبيبي؟ ربي يبارك لنا فيك. حاضر حاضر حاضر. ام محمد متشكرين جدا على هذه المداخله الرائعه. اولا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يعافيك وان يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. ثانيا، الانسان لابد ان يبتلى ويختبر. فالسحر مرض، نعم، كما نذكر دائما أن المرض أربعة أنواع: مرض عضوي، وهذا خاص بالأطباء ولا يحكم عليه إلا بالتحاليل والأشعات وكما قلت في أول حلقة. ثانيا، مرض عصبي، وهذا خاص بالجهاز العصبي وبالمخ وما يحتوي، ولا يحكم عليه إلا الطبيب المتخصص في علاج المخ والأعصاب. ثالثا، المرض النفسي، وهو يصيب القليل من الناس، لأن مش كل واحد تعب يقال عليه مريض نفسي، لأن أغلب الأطباء النفسيين إلا من رحم الله ينكرون المس والسحر والعين أصلا، هذا منهجهم إلا من رحم الله. فنقول لهم: اقرأوا كتاب الله واقرأوا السنة لتعلموا أن العين حق وأن المس حق وأن السحر حق. أخيرا، المرض الشيطاني، ولا أسميه مرض روحي، أنا بحاول أبعد عن هذا اللفظ، لأن الآن لفظ معالج روحي يعني دجال وساحر، فاللي بيطلع على القنوات قلب الحبيب ورد المطلقات ساحر ودجال ومشعوذ ومجرم، فنبعد عن كلمة روحي فنقول مرض شيطاني تسببه الشياطين. فإن ثبت عند حضرتك أن هذا سحر، بالرقية الشرعية يقرأ على حضرتك راقي شرعي متخصص، وظهرت عليك أعراض السحر، هنقول إن شاء الله عز وجل علاج السحر بالرقية الشرعية كاملة. أما مسألة أن حضرتك شفتي فلان عمل أو ما عمل، إحنا بنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، والله يقول: إن بعض الظن، فلا نظن أبدا، لأن هذا لا يجوز أبدا في حق بس المسلمين. إن بعض الظن
نعم إن بعض الظن إن بعض الظن إذ بعض أيوة بس بعض بعض الناس إذا حصلت مشاكل بينه وبين فلانة أو علانة يقول لك عاملة لي عمل، حتى اللي بيجي لي المركز مركز صيبة ويقول ده سلفتها اللي عاملاها أو لاتقي الله. لا نحكم إن فلان عمل إلا بيقين، زي مثلا واحد حاطط كاميرات في بيته والكاميرا جابت الشخص فلان، هذا يقين. أو واحد أقر واعترف لشخص إن هو اللي عمل، فإحنا مش عاوزين نظن في الناس. تمام إذا ثبت إن هذا سحر نعالجه بكتاب الله وسنة رسول. أما الشق الثاني موضوع الديت ياسين، يا جماعة الخير وأنا ذكرت ذلك كثيرا على صفحتي في الفيسبوك، مفيش حاجة اسمها في الإسلام الديت ياسين إطلاقا، يعني مش موجودة. هذا من البدع والله، ورب الكعبة ما فعل ذلك رسول الله. مفيش حاجة اسمها اقرأ الديت ياسين 30 مرة و40 مرة، هذه خرافات. إيش معنى الديت ياسين؟ ما ينفعش نقول الديت الصفات الديت قف. طب ما أعظم السور سورة الفاتحة والبقرة، مفيش الديت الفاتحة؟ هذه خرافات وخزعبلات. من ظلم أو أوذي فعليه بأعظم شيء وهو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، عليكم بقيام الليل يقوم الليل ويدعو على من تأكد أنه ظلمه أو إن لم يكن يعرف فلا يسمي، فليقول اللهم عليك بمن أذاني. للأسف شديد شيخ، في حاجتين جدا حضرتك ذكرتهم دلوقتي، موضوع الدعاء وموضوع قيام الليل. نعم. للأسف شديد معظمنا يعني الا من رحم ربي، معظمنا الحاجتين دول يعني لما بيلاقيش وقت للدعاء بيلاقي وقت يقعد على الفيس، بيلاقي وقت يتكلم بالساعات، يلاقي وقت يتفرج على الماتش، لكن ما يلاقيش وقت انه يدعي الله تبارك وتعالى. يعني تذلل لله تبارك وتعالى. للاسف الشديد ابكي يا اخي قدام نعم ربنا. نعم. تذلل ليه. هل تعلم ان المريض سواء مريض مس او سحر او عين، اذا يعني اتى الى راق شرعي، وانا يعني اركز على كلمه شرعي لانه اذا كان راقيا شرعيا اكيد انه تعلم الشرع فيكون على علم شرعي، فنقول للمريض اولا عليكم بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر والحديث في البخاري قال يا عائشه اني دعوت الله، فبدا بالدعاء. ولذلك ارسل الله عز وجل اليه ملكين، قال احدهما الاخر ما بال الرجل، قال مطبوب يعني مسحور، قال الاخر فمن طبه، قال لبيد بن الاعصم، قال في ماذا، قال والحديث في البخاري. فالاول الدعاء، فإذا تجرد العبد وتفرغ لدعاء ربه الله عز وجل قادر أن يرفع هذا الأذى وهذا المرض بلا رقية، رغم أن احنا مأمورين بالأخذ بالأسباب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الأول عبادي أن يحقق الإنسان العبودية والتوحيد الكامل لله. اسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، ثم قال ومطردة للداء عن الجسد. تمام يا شيخ محمد، معلش في اتصال دلوقتي قطع حضرتك. الأستاذ محمد السلام عليكم. تأخرنا عليك يا أستاذ محمد، احنا آسفين جدا والله. شيخنا احنا قلنا السحر، عرفنا السحر لغة واصطلاحا، نبدأ بقى في أنواع السحر. أنواع السحر، أنواع السحر كثيرة، فمنهم من السحرة الكفرة الذين يكفرون بالله لفعل هذا السحر، فلا يستطيع الساحر عمل سحره إلا بالكفر والشرك. طيب نقطة بقى، يعني أي حد يعمل تميمة أو عمل نعم لحد، يعني حتى لو بالحب، نعم حتى لو بحاجة كويسة، ده جريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية فلا أتم الله له. فاللي يديك حجاب اعرف انه سحر ودجال، يقولك علقيه او حطيه تحت المخدة للغلبان جوزك، هذا لا يجوز. وسنتكلم عن صور السحر ومنها سحر التأولة او سحر المحبة. والله يعني من يذهب الى ساحر هو اولا فقد دينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. لا اله الا الله. طب قبل ما نبدا برضو انواع السحر، الساحر يعني الساحر ده بيعمل ايه، ولا عشان يسحر ولا عشان يبقى ساحر، ايه الحاجات اللي بيعملها؟ الساحر كافر في الشريعه الاسلاميه، وتعلم السحر كفر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبقوله تعالى وبنص القرآن أن تعلم السحر كفر. علشان اللي بيجيب كتاب شمس المعارف ويحطه في بيته، وأنا ذكرت ذلك على صفحتي منذ أيام، هذا كتاب كل كفر وشرك بالله عز وجل، ومن اقتنى هذا الكتاب لابد أن يبتلى، لأن له خدم من الجن الكفار والسحرة والشياطين. فكتب السحر كلها تبتلي صاحبها
بأسوأ أنواع المس والعياذ بالله، فتعلمه كفر، فلا بد أن يكفر الساحر ليخدمه الشيطان، وبالتالي الساحر خادم وليس مخدوم. يقول لك ده معاه خدمة، هو مش معاه خدمة، هو خادم للشياطين، هو خادم الشياطين. فمن أجل أن يقيم، طب يعمل إيه؟ بيأتي بالماء أو بيأتي وهيأتي معانا مسألة الفرق بين الساحر والراقي الشرعي، يأتي بأمور نجسة أعزكم الله وينفث فيها برقى وتمائم كفرية واستغاثات شركية بأسماء شياطين معينة، ويذكرها حتى في الورقة اللي بيكتبها بيسموها حجاب، دي تلاقيه كاتب أسماء شياطين هم أسياده فيستغيث بهم من دون الله ليؤذوا هذا المريض المسكين، فلا بد أن يكفر. بل بعضهم يأخذ كتاب الله ويضعه في الحمام أعزك الله، ويضع قدمه على المصحف لتخدمه الشياطين، فهل هذا يذهب إليه؟ هل هذا أصلا يسأل والعياذ بالله؟ لا. نعوذ بالله من الشرك والكفر. طيب احنا كده عرفنا الساحر بيعمل ايه. نعم. طيب انواع السحر بقى، الصور بتاعته وانواعه، سحر مثلا الكواكب، سحر مش عارف ماي مرشوشة، سحر مش عارف ايه، كلام ده كله. انواع السحر كثيرة، فمنهم من يقيم السحر بالاستعانة والاهتداء بالنجوم والكواكب. لحظة بقى، بالنجوم والكواكب، يعني مثلا واحد يطلع يقول لك معانا نقطة مهمة هنا يطلع يقول لك مثلا الأبراج، برج الأبراج، الدلو وبرج العقرب، ده ده ده, ده, ده النجوم والكواكب، ده علم. ده فلك. طب لا اسمع، لا يوجد بالسحر. طب اسمع بقى، بس بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي، والمشاهدين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من شعب السحر زاد ما زاد. ولذلك بنقول ما فيش حاجة اسمها في الإسلام أبراج، برج الدلو وبرج العقرب والجوزاء حرام، لأن هذا رجم بالغيب. ولذلك كثير بس من علم الناس يا شيخ. هو علم، علم الفلك هذا. أيوة علم، أنا أقصد هذا العلم، دوران القمر حول الأرض أو الشمس، هذا علم. تمام. لا ننكره، والإسلام لا ينكر ذلك. أمال الشهور العربية كيف كان يعلمها العرب، والقمر وميلاد القمر، هذا علم. تمام. ولذلك نحن لا نقصد هذا، إنما السحرة يستحنون الكواكب. هذا الفرق بين علم الفلك النافع للمسلمين، والمسلمون قدموا كل العلوم النافعة للبشرية. تمام، بس برضو عايز ننبه السادة المشاهدين إن ما هاش واحد يقول لك الفلكي فلان. إنما قصة بقى الأبراج الفلكي لا، ما هو يقول لك علم الفلك. وأنا ساعتها أقول له خلاص ده علم، ما أقدرش أتكلم. إذا كان يتكلم في علم الفلك الحقيقي وليس علم النجوم والسحر، أقول له يضرب لك أرقام زائد أرقام. لا، ده دجال، ده مشعوذ، ده يستعب بالنجوم، هذا سحر الكواكب. وذكره الإمام ابن كثير وقال إن الكلدانيين، وهؤلاء يعني قوم من أهل العراق، كانوا يستخدمون ذلك، وثبت عنهم أنهم كانوا يؤذون بعضهم بعضا. مسألة الأبراج حرام، لا يجوز أنك تقول اطلع إيه. ده في ناس معلش يمسك الجرنان الصبح كده، أهم حاجة أول حاجة يبص لها البرج، يقول لك أنا والله يعني ما بصدقهاش بس يعني بتفائل بها. لا يجوز حتى أن تنظر إليها. أنا أعتقد يعني ده وجهة نظري، أن المجرد قراءتها حتى لو ما اقتنعتش بها كأنك ذهبت إلى دجال ولا مصدق. لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. سيب أمورك للملك عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هيأذيك؟ والله الناس لو لجأت لربنا شوية مش هيحصل كده والله. من ضمن الـ أنواع السحر، لأن الوقت بيجري معاك مش عارف ليه يا أستاذ محسن. لسه بدري يا شيخ. أنا نقول لأستاذ جمال قدامنا كتير يعني. طيب يعني خلص على بكرة إن شاء الله. نسأل الله القبول. هذا مجلس علم، ومن ينظر إلينا الآن وتحضره الملائكة، لأن مجالس العلم بركة ونور في البيوت. من أنواع السحر أيضا وأساليب السحرة الاستعانة بالطلاسم والشركيات في عمل السحر. ولذلك تجد الأسحار التي تأتي إليه مثلا في مركز طيبة، واحد جايب ورقة يقول لقيتها في المكان الفلاني. بمناسبة مركز طيبة، أستاذ المخرجة بس أرقام وعناوين مركز طيبة، في مركز في قرية العزيزية، مركز ميناء القمح شرقية. وسادة المشاهدين، قرية العزيزية دي أشهر بلد، أشهر بلد في مصر في الحواوشي. هتضيعنا يا أستاذ. أي حد، أي حد عايز يروح، عاوز ياكل حواوشي كويس يروح العزيزية. خلاص شهرنا الحواوشي في العزيزية. من ضمنهم الطلاسم، ولذلك تجد أن الأسحار المكتوبة، وذكرها هذا المجرم صاحب كتاب شمس المعارف الكافر عليه لعنة الله في كيفية عمل السحر، فيرسم طلاسم معينة، مثلثات ومربعات ونجوم،
يستغيث بها بأسماء معينة من الشياطين التي يتوسل بها ويكتب. زمان يا أستاذ محسن منذ تقريبا 25 سنة لما بدأت تعلم فقه العلاج بالقرآن، كنا نرى الأسحار مكتوبة بتخصص واحد، فالساحر يكتب سحر التفريق مثلا. طيب صور نستكمل الصور، نستكمل طيب. بعد هذا الاتصال تفضل. استاذنك الشيخ عشان الاتصال تنهال علينا. تفضل. الاستاذ حسن، السلام عليكم. حسن من سوهاج، السلام عليكم. محمد حسن بن نجح حمادي، السلام عليكم. محمد حسن، اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. تفضل تفضل يا استاذنا. تفضل. حتى بالنسبه انا كل ما اروح تمام بقدم خطوه. طب ممكن تقرب بس يعني الشبكه اعتقد يعني حضرتك، بس تعلي صوتك شويه. بقول لحضرتك تمام. اتفضل. انا كل ما اروح اقدم خطوه تمام ارجع تاني تمام. تتقدم خطوه ولا لما تقدم لوحده؟ لا اقدم خطوه. لا يعني في حياتك العمليه يعني. تمام. اروح شغل برضو تمام، ما جبتش منه فلوس تمام، حاجات كتيره يعني. حاضر. حاضر الشيخ هيرد على حضرتك. حاضر، شاكرين جدا. هذه الصورة ستأتي معنا في الكلام عن صور السحر، تسمى سحر التعطيل، منها تعطيل الزواج. طب معلش برضو يعني أصلي يعني واحد مثلا ما ممكن ما كانش بيصلي. ممكن. ما هو أنا جاي لسه الكلام. لا ما أصلي يعني معلش برضو يا شيخنا يعني مش كل حاجة هحطها. تفتكر أنا قلت في أول الحلقة مش كل واحد صدع أو دماغه نقول عليه يعني مصفوق. ممكن أنا معلش يعني أنا معلش مهمل في صلاتي بأخرها، ما هو برضه ده مدخل في اللحظه دي يجي داخل لي شيطان او اللي عامل لي عمل او اللي كذا او اللي مسحور ومعمول لك عمل مثلا. لو تتذكر انا قلت قبل ما الاتصال من الاخ الفاضل، كان زمان السحره بيعملوا تخصص يعني حاجه واحده، فيصيب الشخص مثلا يكتب تفريق او بالنسبه للنساء سحر نزيف او مرض او 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 الان كوكتيل يعني تقدموا جدا، فبيعمل في الورقه سرطان موت تفريق تعطيل. طب يا شيخ الصوره الاخ طلبها الحته دي بقى حضرتك بتقول كوكتيل وحاجات كتير وحاجات كتير قوي، هل ده سببه بعدنا عن الله تبارك وتعالى زائد الحياه الاقتصاديه اللي احنا فيها مثلا؟ يعني سببه ايه؟ ما اصل ليه كثر الدجل اليومين دول؟ كثر بطريقه فظيعه يعني، بطريقه انا مش متخيلها يعني ما فيش بلد فيها الا ناس بتعمل عمليات لناس. السبب ايه؟ اخي الكريم احنا بعدنا للدرجات عن ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو يعلم الجميع ان السحر كما ذكرت هو مرض، والمرض ابتلاء. تمام. والابتلاء لو تتذكر حلقه قديمه بيني وبين حضرتك، الحكمه من الابتلاء موجوده على اليوتيوب. ربما يبتلى العبد ليمحص وتكفر عنه سيئاته، وربما يبتلى لينتقم الله منه فيعود الى الله عز وجل. تمام. نستكمل بعد هذا الاتصال. طيب ماشي كده هتنسيني الاجابه. اتفضل. الاستاذه ايه، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. شيخ محمد لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اعرف الدكتور عندك دلوقتي انا بيظهر ليا بقع في جسمي مزرقه. ايوه. وشعري بيقع، عندي صداع كتير، بروح عند الدكاتره بحليله اللي صار ان انا سليمه. حاضر هجاوبك. حاضر يا استاذ الشيخ هيرد على حضرتك. اتفضل يا شيخ. معلش معلش قبل ان نكمل الاول الفاضله، لا ارد على الاخ استاذ محمد حسن سهل عشان ما يزعلش مننا. اولا ان كنت مستقيما على طاعه الله ومحافظا على الصلوات على الاذكار المشروعه وحدث هذا الامر، فاعلم ان ذلك ابتلاء من الله عز وجل. طيب النوع ده نوع يسمى سحر التعطيل، لكن أنا كراقي شرعي لا أحكم على حضرتك بأن هذا سحر تعطيل إلا إذا قرأت عليك الرقية الشرعية وظهرت عليك أعراض السحر ومنها سحر التعطيل. طيب لم تظهر عليك أعراض، فهذا اختبار من الله، لسه الأوان ما جاش. طب نعمل إيه؟ نقرأ سورة البقرة قراءة، مش سماع ومشي حالك. نسمع الرقية الشرعية بالسماعات، نشغل الرقية في البيت، نحافظ على أذكار الصباح والمساء، نحافظ على الصلاة. وهذا ردي على سؤال حضرتك قبل ما انسى، ليه كثر السحر؟ أولا بالبنط العريض كده البعد عن الله، لأننا لماذا لم يكن هذا السحر منتشرا؟ كان موجود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي في الأقوام الأخرى، لكنه لم ينتشر بهذه الصورة كانتشار النار في الهشيم إلا ببعد المسلمين عن الله. لو عدنا إلى الله
وسرنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما سحرنا، ولو وقع السحر بس لرفعه الله بالكتاب والسنة. ده دور حضراتكم بقى السادة الدعاء، ثقافة الدعاء المسلمين. يعني على فكرة الدعاء في كل، يعني في مسجد، في كل، هم صابيح الدجى، كل عزبة هم مصابيح الدجى. لا شك أن الداعية، وذكرت ذكرت لحضرتك في اللقاء الأول أنني أجلس مع الإخوة الأفاضل من أئمة المساجد في الأوقاف وأقول تكلموا مع الناس، ثقفوا المسلمين بأن هناك سحر وأن هناك علاج شرعي له وعلاج غير شرعي والعياذ بالله. إحدى الأخوات سألتني وقالت هل يجوز أن أذهب إلى ساحر لأفك هذا السحر بالسحر؟ قلت هذا كفر. أولا السحر لا يفك ولا يعالج، إنما سيؤذيك أكثر وأكثر. إياكم أن تعتقدوا أن الساحر يدمر سحر غيري، لأن هذا أصلا يعني كما يقولون هي دي السبوبة بتاعته. تمام. هو مش هيفك. طيب آية بقى أجيب على الأخت. إذا ظهرت هذه العلامات البقع، وقلتها دائما على 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 صفحتي وفي البث المباشر اللي بعمله، البقع الزرقاء أو الحمراء، الخرابيش، التعوير، بعض الناس تظهر عليهم علامات صلبان و و و، وإذا ظهرت آلام غير معلومة، كوابيس وأحلام، تحرشات و و، هذه علامة من علامات المس أو السحر. ترقي نفسها، تقرأ سورة البقرة، تحافظ على صلاتها، تحافظ على أذكارها، تسمع الرقية كثيرا، إن لم ترتاح فلتذهب إلى راقي. وطبعا الأول أنا قلت ترقي نفسها وتتذلل إلى الله بالدعاء وتقيم الليل، إن لم ترتاح تذهب إلى راقي، لأن الراقي هنا كالطبيب، فلا بد أن تذهب لراقي بعد أن تأخذ وخلي بالك الذهاب إلى الراقي لا ينافي التوكل ولا ينافي الاعتماد على الله، هو طبيب. زي ما الواحد بيتعب وبيروح لطبيب بطن أو صدر أو هذا لا ينافي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رقى لديغ القوم بالفاتحة قال وما أدراك أنها رقية، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وما أدراك أنها رقية، فأقر الرقية بكتاب الله وأقر الصحابي أنها علاج لكتاب الله. تمام شيخنا. فضل الأستاذ عزة معنا. السلام عليكم أستاذ عزة. أنا حضرتك، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، مرحبا، اتفضلي. من فضلك يا شيخ، احنا في بيت عيله، فكل فتره نلاقي في ميه مكبوبه على السلم. أيوة مرسوش. الميه دي ربما بتكون فيها زيوت لان بتبقى ملصقه على السلم. طبعا احنا في بيت العيله الشكل كل سلفات شكله مع بعضه مشاكل. عندي ابن شاب ما شاء الله عليه، كل ما ينزل السلم يقع، يبقى راسه تحت ورجله فوق. عندي بنتي حالها واقف في الدراسة، في أي حد يجي لها بيبقى من بره، ملامحها تغيرت عنيفة. سيبنا المكان ومشينا، ما زال الموضوع ده بيتبع السلم. احنا هدينا شوية إلا بنتي دي برضو كانت بتحلم بجن بيخنقها لدرجة ان هو كان ممكن يموتها. حاضر. وتبقى حاسة ان حد جنبها بس مش عارفة تقول لي حشني. فقعدنا على كده فترة، فما سيبنا المكان ومشينا، يعني احنا هدينا شوية، ولكن بنت دي هي لسه متغيرة، الأمور ماشية معها بصعوبة، دراسة بصعوبة. حاضر هجاوب. الزواج بصعوبة، يعني ما فيش، يعني كل اللي يجي لها يجي من برة، بس ما زال بيت العيلة بتتبع السلم بتاعه المية دي. فضلا ان انا ابني هياخد الشقة بتاعتي اللي كانت هناك، كل ما نيجي نعمل فيها حاجة بصعوبة جدا جدا جدا. حاضر هجاوب حضرتك. ماشي حاضر. أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم وعن الجميع. رش الماء على عتبة البيوت أو على السلالم أو على مدخل البيوت سواء شقة أو عمارة، ده نوع من أنواع السحر. وأنا يعني كنت هتكلم في موضوع كيفية عمل السحر من الساحر، وهو النفث والتعاويذ الكفرية على الماء أو طلاسم أو أنواعه، وهذا طبعا موجود ومشاهد. لكن احذري حضرتك انك تظني في شخص لا بينة معك عنه. فطب نعرف ازاي؟ نحط كاميرات. وانا نصحت حالات كتيرة جات لي الى مركز طيبة، قلت يا جماعة لا تتهموا احدا، لان الشياطين تأتي وتوسوس وتجيب لك اسماء ناس انت بينك وبينها مشاكل، فمباشرة بل بعضهم يأتي في المنام من الشياطين ويقول لها سلفتك اللي عاملها لك. لا، هذا ظلم، لان احنا ما فيش معانا بينه. حطي كاميرات، والكاميرا بتجيب، وياما شفنا
واشخاص من اهل العيله او من الجيران او من بعيد حتى. طب نعمل ايه لو لقينا ميه مرشوشه؟ نجيب ماء مرقي ونقرا عليه الرقيه الشرعيه ونكبه على هذا الماء فيبطل باذن الله عز وجل. اما حاله بنتك التي تكررت معها هذه الاحلام، هذه يعني زي ما الكتاب بيقول ممسوسة أو مسحورة، وطبعا ما فيش فرق بين المس والسحر كتير، إنما الفرق في أمرين، النوع والوسيلة. فالفرق بين المس والسحر، أولا المس أذى من الجن الإنس بدون توكيل، وأسبابه كتير هقولها في حلقة المس إن شاء الله عز وجل. أما السحر فهو أذى من الجن الإنس بتوكيل، اللي شخص بيروح لساحر كافر عشان يوكل جن يؤذي فلان، فهذه أحلام شيطانية. يقرأ على بنتك تسمع سورة، تقرأ سورة البقرة كتير وتسمعها، شغلوها في البيت، تسمع رقية الشرعية. وارد انه يبقى فيه تعطيل، وارد. انا قلت في الحلقة ان الان السحرة بيعملوا السحر كوكتيل، بيكتبوا فيه الان مرض، سرطان، تعطيل، تفريق، طلاق والعياذ بالله. فممكن البنت تكون اتعمل لها هذا الامر، لان طبعا هذه مش اعراض نفسيه، لان بعض المساكين الذين ينكرون السحر يقول لك ودوها لطبيب نفسي هتاخد ده اكتئاب، ده شيزوفرينيا، ده بارانويا، ده ثنائي القطب، ده احنا ما بننكرش الكلام ده، لكن كم واحد في الالف يصاب بمرض نفسي؟ دي مش اعراض نفسيه خالص ولا عصبيه، هذه اعراض زي ما الكتاب بيقول، دي اعراض اذى من الجن، تعرض على راقي شرعي يقرا عليها وتمشي على برنامج علاجي بكتاب الله عز وجل. بفضل الله آلاف الحالات شفاها الله عز وجل، ووالله بعضهم من أول جلسة بكتاب الله، لأن الرقي لا يشفي، إنما الذي يشفي هو الله. هو الله. تمام. القرآن سبب للشفاء والرقي يدل الناس على الشفاء. هو الظاهر ان المكالمات كتيره قوي. نعم. وفي نفس الوقت ان يعني كل متصل بيبقى في يعني ايه، يبقى في يعني كده هتعزموني على حواوشي خلاص. يبقى في سحر يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا الانواع، يعني هم نفسهم بدل احنا ما اسال حضرتك على انواع السحر. لا، هم بيقولوا الانواع على الهواء مباشره. الاستاذه هاله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه هاله من اسوان. من اسوان. يا هلا باهل اسوان، حياكم الله. اهلا وسهلا. طب استاذنك يا حاجه، بس استاذنك بس التلفزيون يوطى شويه ونسمع من التليفون، ممكن؟ انا بعيد خالص، بس انا سامعه. سامعه والله. علشان الصوت يبقى واضح لو تكرر، عشان بس الصوت يبقى واضح وعشان ما يعملش بس ايه صدى صوت. انا بتعالج من الارتجاع بقالي 18 سنه. بتعالج من ايه حضرتك؟ من مبعوث يعني 18 سنه يعني. الصوت غير واضح، مش سامع. الصوت غير واضح. ايوه الدكتور، كل ما قلت للدكتور يقول لي حاجه، انا حكايه كثير يعني، عندي اذان في الرحم. طب اطفي التلفزيون الله يحفظك، مش سامعين. طب عادي الشبكه، لا الظاهر ان الشبكه ضعيفه عند حضرتك، فحضرتك ممكن فعود الاتصال مره اخرى، تكون في البلكونه او في حته يعني فيها شبكه شويه. شيخ هجاوبها برضه عشان ما ازعلهاش. انا اتوقع انها بتتعالج، انا ما سمعتش نوع المرض، لكن اذا كان هذا المرض سواء في 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 في, في المعده، في الظهر، في الرحم، حتى للنساء او اذا كان عضوي، اكيد حضرتك هتمشي مع طبيب عضوي. اذا اخذتي هذا العلاج الكيميائي، الانتي بيوتيك المضاد الحيوي او مضادات الالتهاب او وما ارتحتيش، يبقى اعرضي نفسك على راقي شرعي، لانه هياتي معانا في موضوع صور السحر. معلش يا دكتور، ربما يكون سحر مرض. دكتور يعني ممكن 17 سنه. وفي 30 سنه. جات لي حاله شلل 30 سنه وخرج من عندي ماشي بفضل الله، والمعجزه مش عندي انا، انما المعجزه في كتاب الله، لانه مسحور. وللاسف سحر المرض كثير من الناس اول ما يتعب يروح على الطبيب الاول، واحنا والله لا ننفي هذا الامر، لكن زي ما رحت للطبيب وعملت التحاليل والاشعات والمناظير والرنين المغناطيسي ورسم المخ ورسم القلب، امشي في الطريقين يا سيدي، وامشي يا اختي في العلاج الطبي والعلاج الشرعي مع راقي. اذا ظهرت عليك علامات السحر، بعض الاخوات 20 سنه مسحوره وتعتقد ان بها، لدرجه والله بعض الاطباء يرسلون لنا المرضى بعد ما يئسوا خلاص، يقول لها حالتك غير معلومه، واقسم بالله منذ اسبوعين او ثلاث حاله اصيبت بسرطان، ورم سرطاني 18 سنه، وانا ذكرت ذلك على صفحتي، واقولها ليس دعايه لي، انا مش محتاج دعايه، ولا املك الا ان اكون مخلصا، لاني لو مش مخلص لن يجعل الله في رقيتي بركه.
القصة قصة أن يخلص الإنسان، لأن لا يقبل الله عملا إلا إذا كان مخلصا لله وموافقا لكتاب الله وسنة رسوله. أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله وبفضل الله. امرأة أصيبت بسرطان، ورم سرطاني، و18 سنة على الدكاترة والدجالين، ولما جاءت قرأت عليها بفضل الله وقلت لها عليك بالعسل المقروء عليه، سواء من عندي أو من عند غيري، بزيت الزيتون المقروء عليه من عندي أو من عند غيري، الماء المرق، أسبوعين مشيت على برنامج علاجي كتبته لها، واتصلت علي وقالت انتهى واختفى، اختفت جميع الأورام السرطانية، حتى أن الطبيب المعالج قال أنت عملتي، مش ممكن، دي معجزة. طيب معلش يا دكتور، تأخذ بالعلاج الرقية الشرعية، هقطع في حتة في حتة بسيطة فضل. عشان ما ننتقلش الموضوع تاني. أنا قلت عسل، عسل أصلي تمام. لأن العسل المغشوش كتير، لا لا في حاجة يعني أشد من فضل. العسل المغشوش، في بعض الذين يدعون أنهم رقاة ماشي، بيبقى عنده مثلا عنده زي ماركت كبير كده تمام كده، ويقول لك بقى لا لابد 5 كيلو عسل مش عارف ايه و10 كيلو وحرمل وحلتيت وترياء وبخور جاوي. حضرتك بقى تقول لي في الموضوع. الان اصبح استاذ محسن، الان اصبح مجال العلاج بالقران تجاره لمن لا علم له ومن لا بضاعه له في العلم الشرعي. سبوبه طبعا، يعني احد الدجالين السحرة يدعي ان انه يعالج السحر في خبطه واحده، ويبيع ب 3000 و4000 وكتير في مصر وفي المغرب واقسم بالله. اتصل علي احدى الاخوات وقالت باع لي علاج تقريبا ب 5000 ولم يقرأ علي آية واحدة، لأنه أصلا ينكر القرآن، يعني ينكر العلاج بالقرآن وبيقول إن القرآن ده مسكن مش علاج. لا وكمان حاجة كمان، ممكن ما يعرفش يقرأ آية أصلا. طبعا. وقالت أخذت هذه الأعشاب الغير معلومة أصلا، ولذلك أنا أحارب الأعشاب ولا أدخل مركزي أعشاب الترياء، الحلتيت، الحرمل، عشبة حبة الملوك، هذه كلها أعشاب سامة ضارة. ويا أخي نذهب إلى هذه الأعشاب الغير معلومة ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتروح الأخت المسكينة تقول 5000 دفعتهم وأصبت بقرحة معدة. والله لا أشنع على أحد ولا أعرض بأحد يا دكتور، احنا ذكرنا ولا أحارب أحدا، إنما أقول اتقوا الله في المرضى. احنا ذكرنا اسم أحد، اتقوا الله في المرضى، يا من باب قول رسول الله ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يعني هذا الدجال يقول القرآن لا يعالج إنما هو مسكن، القرآن مسكن، والنبي يقول دخل على المرأة، وذكرت الحديث في الحلقة الماضية، عالجيها بكتاب الله. القرآن مسكن، والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المسألة أصبحت تجارة، لابد أيضا للدولة، وأنا أناشد وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الكريمة ووزارة الداخلية أن يحاربوا هؤلاء الدجالين، لأنهم يفسدون البيوت ويمرضون الناس، وكثير منهم أخذ هذه البلايا زي الترياء وغيره وأصيب بأمراض مات فيها، بعضهم مات. فنحن عندنا كتاب الله وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله شفاء أمتي في 3، شربة عسل يا أخوانا، عسل. ولذلك اللي يشتكي ويقول انا باخد عسل ومرتاح، انا اعرف ان عسل ده مين، اعرف انه عسل، انا معايا عسل جوه كتير. جميل، هاخد منك النهارده، ان خدت عسل هجيب لك حواوش، ما خدتش عسل مش هجيب لك حواوش. العسل طبعا معروف ان الانسان يعلم اناسا ثقه، وبالتالي انا بقول للاخوه والاخوات استرقوا بكتاب الله وسنه رسوله، ولما تشتروا اشتروا من ناس ثقه انتم تثقون فيهم، لأن العسل بيتغش، وفي طبعا اختبارات كتيرة جدا. نحن نأخذ كيلو العسل ونقرأ عليه الرقية الشرعية كاملة، نأتي بزيت الزيتون من سيناء وهو أفضل الأنواع في مصر، بعد الزيت الشامي كنت أستخدمه عندما عشت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ على كل إزازة قارورة الرقية الشرعية كاملة، والله الذي رفع السماء بلا عمد، هذا الزيت وهذا العسل وهذه الأدوية النبوية رأينا فيها معجزات عجز الطب عن علاجها، لأن القرآن شفاء يا جماعة، بس ناخد الحاجات دي بيقين. حتى لو ما روحتش لراقي، احنا مش بنقول للناس تعالوا عندنا ولا ندعو لذلك، احنا بنقول لو تفتكر منذ 3 سنوات أنا لي حلقة على هذه القناة وموجود على اليوتيوب، كيف أرقي نفسي وغيري، علشان الناس ما تقولش ده الدكتور أيمن طالع يعني يعمل دعاية للمركز. لا الحمد لله مش محتاجين دعاية، لكن احنا بنقول ارقي نفسك من السنة،
إن عجزت عن ذلك وإن لم ترتاح اذهب إلى الطبيب وهو الراقي الشرعي. وإن كان هذا الراقي يستخدم، لأن في رقاة جهلة كتير، الأسبوع الماضي جاءتني حالات الأخت رفضت تدخل عندي المركز خايفة لحسن هضربها بعصاية. يا أختي ادخلي، قالت بيقولوا أن عندكم عصيان وكرابيك. ليه؟ قالت ضربت لي 8 أشهر أضرب عند هؤلاء الجهلة وأخنق ويغزغزوني بإبر ويدوني ترياق أقعد أرجع ساعة. قلت أعوذ بالله من ذلك. الرقية الشرعية عندنا بكتاب الله وسنة رسوله، ولا ألمس امرأة، ومن يلمس نساء هذا فاسق، ومن يقرأ على امرأة بدون محرم أو زوج فاسق. ودي علامات هنقولها إن شاء الله عز وجل. طب يا شيخنا، عشان برضو الوقت مع حضرتك بيمر سريعا، فضل. احنا دلوقتي قلنا اكثر من نوع من انواع السحر، نعم، واشكاله. طب لا ده لسه ما قلناش حاجه. لا احنا قلنا يعني الكواكب بس، لسه الطلاسم والكواكب. لا ده دي صور، دي اساليب السحره وكيفيه عمل السحر. لكن لو جينا الى صور السحر كتير بقى، منها سحر المرض، تمام، سحر التعطيل الذي قلته، منها تعطيل الرزق، تعطيل الزواج، تعطيل العمل، تعطيل الدراسه، مرت علينا بفضل الله حالات كثيره. منها سحر الجنون، منها سحر الربط، عقد الزوج عن زوجته، منها سحر التفريق. الآية واضحة يعني، واضحة. يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا واقع. منها سحر المحبة، بعض النساء تذهب تقول لك عشان جوزي يبقى خاتم في صباعي، والله يا أختي هيتقلب عليك بعد كده وهيطلقك، لأن فعلا ينقلب السحر على الساحر، اللي بيسموه سحر التولة. تروح لدجال وساحر وتقول له خلي لي جزء، انت ممكن يبقى خاتم في صباعك بالحلال. بحسن التبعل بالطاعة فيما يرضي الله. قليل دلوقتي يا شيخ. الا من رحم الله. حسن التبعل، حسن تبعل المرأة لزوجها وطاعتها له بما يرضي الله عز وجل ومحبتها له، تدخل على الزوج كل المحبة. مش محتاجة انت تروحي تكفري عشان تعملي كفر لجوزك وبعدين ينقلب عليك. منها سحر الهواتف، منها سحر التخييل، منها سحر التهييج والعياذ بالله، خاص بالفواحش. طب كل هذه يعني الاسحار والانواع يعني لهم يعني علاجهم واحد؟ علاجها بكتاب الله. طبعا هو مش واحد، هو الاصل طبعا هو كتاب الله وسنه رسوله. لكن بعض الاسحار لا نستخدم معها مثلا العسل المرقي، زي مثلا سحر الجنون أو سحر التخييل، بنستخدم له زيت الزيتون المرقي، الماء المرقي، بعض أنواع المسك الأبيض. أنا أحذر من المسك الأسود والأحمر والإنجليزي، ابعدوا عن الكلام الفارغ ده، زي ما حذرت من الترياق والحرمل والحلتيت وحبة الملوك و احنا بنستخدم المسك الأبيض ذو الرائحة الجميلة، لأن الجن أو الشياطين عامة يكرهون الروائح الجميلة. فبعض الحالات نستخدم لها عسل، بعض الحالات نستخدم لها عشبة السنة والسنوت، وهذه ثابتة في السنة، اللي الناس بتسميها السينامكي، جميلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. السينامكي، لكن مش أي حد، لأنه بيعمل أكرمك الله استطلاق للبطن شديد، بنستخدمه في السحر المأكول أو المشروب. ودي انا كده سبقتك في السؤال. لا لا لا، ما فيش مشكله. ما احنا يعني في موضوع انواع السحر، انواع السحر كلها احنا بنتكلم صور وانواع. نعم، لكن الاصل في علاج السحر بكل صوره الكتاب والسنه. العلاجات بقى تختلف، لكن انا دائما بقول احذر، لا ايها الرقاه لا تستخدموا ادويه لم تثبت في السنه، الا اذا ثبتت كاعشاب مثلا زي عشبه الراوند. لكن مش انت اللي تقول خدي كذا، تروح لطبيب صيدلي، لان ربما تزيد في الوزن. طبعا عشبه الراوند بتعمل اسهال رهيب، هي لم تثبت في السنه بس نافعه طبيا، لكن ب ب ب بوزن معين، لانك ممكن تدي جرامات وزن زي تقتل المريض، زي حبه الملوك سامه، فيرجع فيها لاهل التخصص. شوف الراقي الشرعي بيقول ايه، ارجع لاهل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اتفضل شيخنا. طيب وسائل بقى الساحر نفسه بقى بيعمل ايه بقى في كل سحر معين؟ يعني مثلا سحر مثلا يقول لك رش الميه، برضه بيقرا طلاسم؟ طبعا له طبعا، احنا قلنا ان الساحر. طب ايه عمل مثلا، عمل على قرموط ورمى في البحر، يعني في كلام ده؟ طبعا احنا ذكرنا ان الساحر يستخدم، بعضهم يستخدم النجوم والكواكب. وخلي بالك، يعني انا دائما اقول لمن ابتلي بالسحر او المس في اول الشهر العربي الهجري، لانه شهر قمري وهم يتعاملون مع النجوم، يتم تسجيد السحر. ولذلك كونوا صائمين من ضمن العلاجات،
صوموا واحد واثنين وثلاثة في أول شهر العربي، وفي وسط الشهر العربي 13 14 15 الأيام البيض القمرية، صوموا يا من ابتليتم بالسحر والمس، وفي آخر الشهر القمري الهجري العربي 28 29 30 أو 27 28 29 من ضمن البرنامج اللي أنا بعمله للمسحور أقول له الأيام دي أول الشهر الهجري، وسط الشهر الهجري القمري، آخر الشهر الهجري القمري، حافظوا على الصيام وأكثروا. من ضمن الأساليب الطلاسم، من ضمن الأساليب في عمل السحر الاستعانة بالشياطين وبالذات الكفار، من ضمن أساليب السحر الادعاء الغيب اللي هي الكهنة والشعوذة. طب يا دكتور معلش عشان برضو سئلت دلوقتي حالا كده في الكنترول الأستاذ محمد عبد السلام، الموضوع مثلا اللي عمل على قرموط ورمى في الميه، اه هيروح لساحر عشان يجيب القرموط ده ايه؟ عشان في ناس بتقول لك ايه، لا ده مش هيفك السحر الا لما اروح اجيب، لما اروح للساحر. طبعا هذا من الضلال الذي نشره اهل الضلال في المسلمين. هنا بقى يعني يدخل معنا مساله كيف يستخدم الساحر سحره لاذى المسحور. منهم السحر المرشوش اللي الحاجه تكلمت يعقده على ماء وينفث فيه. منهم السحر المدفون اللي بيسموه سحر المقابر، وطبعا دي موضه جديده انا تكلمت عنها يعني موجود، وظهر بعض الدجالين المجرمين السحره الذين يستعينون بالشياطين، وطلعت مقاطع وانا عملت مقطع كامل ساعه الا ربع وحاربوني وشتموني هؤلاء دجالون اللي بياخد ازازه ميه حمراء ويروح على المقبره فالازازه تميل يقول لك احفر هنا في سحر، ده بيستعين بالجن. واقسم بالله انني دخلت على صفحه احدهم وتناقشت معه فاعترف لي انه يستعين بالشياطين على الخاص والصور عندي. قلت اتق الله، قال انا بستعين بهم في الخير. قلت انت دجال، ما فيش حاجه اسمها الازازه دي بتميل فين. المهم يعني اللي بيسموه سحر المقابر، ما فيش حاجه اسمها ازازه حمراء تميل فاعرف هنا السحر. احنا ممكن احنا لا نمش مقابر، احنا اذا اردنا ان نبحث عن السحر بطريقه شرعيه دون نبش القبور لان هذا لا يجوز من الخارج وبدون بقى ازازه وجن يقول لنا والشرك والكفر. ده في نوع من السحر اسمه السحر المائي اللي حضرتك تقصده والاستاذ محمد يقصده، السحر المائي يضعونه في بحر او في نهر، وبعضهم ياتي بسمك حي. يعني مش لازم قرموط، هو اشمعنى القرميط؟ ممكن بولطي يا استاذ محمد، استاذ محمد بس انا مش عارف او سردين يا سيدي او تونه حتى، يجيب السمكه رغم القرموط وحشه يعني حيه، مش عارف هو بيحبها ليه، مش عارف. لا القرموط طعمه حلو بس يكون اتربى في بيئه لا مش بحبها عذبه، ما يكونش من الجلاله اللي بياكل، لان في انواع بيتربى في مزارع على ال انا مش على ال انت بتحب الحواوشي بس، صلي على الرسول علي منهم من ياتي بسمكه ايا كان نوعها ويضع السحر في بطنها ويلقيه في الماء، فكلما سبحت هذه السمكه كان السحر موجودا. لكن هنا مساله مهمه جدا، ياتيني الاخ ويقول فلان قال لي احنا عملنا لك سحر على قرموط او على بلطي ورميناه في المي عمرك ما هتخف. لا هذا كلام باطل، بفضل الله عالجنا بكتاب الله الاف الحالات ادعى ان السحر فعل وعمل ورتب له على سمك في ماء. ازاي يا جماعه؟ الاصل في علاج السحر الا ناتي بالسحر لنحرقه، لا اذا وجد حرقناه، لكن الاصل ان يعالج السحر بكتاب الله وسنه رسوله وبالدعاء. تمام. وبنقول للرقاه ما تشغلوش انفسكم انك تدور وتروح تجيب، والله اذا لقيت، لان خلي بالك بعضهم ينطق خادم السحر على المسحور ويقول له ده مدفون تحت العماره، يروحوا يعين يدوروا ما يلاقوش حاجه. وبعض الرقاه يعني من قليل الخبره يتكلم على الجن، والكلام مع الجن غلط لان هؤلاء كذبه والاصل فيهم الكذب، فيوقع الدنيا في بعض، فيقول ده سلفتها اللي عملت، ده مرات اخوها، ده عمه، ده اخوه، ويوقع الدنيا في بعض. لا تتكلم معهم ولا يعنيك مكان السحر، اقرأ بنية إبطال السحر، اقرأ على المريض. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تمام. الله الذي سيبطل السحر. ثم تمام. استخدم العلاجات النبوية. هتقول لي الوقت راح مننا كده، هنغرمكم. لا ما هو الأستاذ وليد كده مش الأستاذ وليد هيدفع كده حواوشي، ملوش دعوة بالحواوشي خلاص كده. طلعنا واحد كده من الحواوشي ده كتير إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، كانت الحلقة ممتعة جدا مع شيخنا الفاضل الدكتور أيمن علي، مجامع محاضر جامعي ومستشار أسري وتربوي وراقي شرعي ورئيس هيئة الدعوة وعضو لجنة الفتوى بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي. دكتور يعني شرفتنا النهاردة، وكان نفسي والله كنت نفسي ساعتين ثلاثة. الله يحفظك. الاتصالات كانت كثيرة ولسه ما عملناش حاجة. ان شاء الله تاتي معنا لقاءات اخرى ان بس كنا يا ريت يعني 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 ان شاء الله تعالى لا تاتي الا بالحواشي. حاضر عيني، حاضر، بس زودوا زمن الحلقه شوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. يا دكتور الله يحفظك، بارك الله فيك. اشكر الله جميع زملائي في الكنترول وعلى راسهم الاستاذ محمد عبد السلام، حقيقه يعني من الناس اللي بتتعب جدا ومن الناس فعلا فعلا يعني سعر القرموط افضل واحد، يعني افضل حد اللي سأل عن سحر الأرموط الأستاذ محمد عبد السلام من الشرقية على فكرة. الله أكبر، شوف يعني بلد الكرم حوش. بلد الكرم من الكرم فيك. من والله يعني اسم البلد ما يعرفهاش، بس اسم إيه؟ شيء البيت الإيه؟ شبرة ميمونة؟ شمبارة الميمونة، شمبارة الميمونة. كده إحنا بنشهر شمبارة زي العالم. لا لا لا، هو يستحق ذلك حقيقة يعني الأستاذ محمد عبد السلام، صغير السن لكن حقيقة يعني ممتاز جدا ومجتهد، ويعني ويعني وان شاء الله تعالى يعني توقع ليه يعني المزيد من المزيد ان شاء الله، التقدم ان شاء الله تعالى. وفق الجميع. شاكرين جدا دكتور. مشاهدينا الكرام، هكذا الحلقه انتهت سريعا سريعا، وتعرفنا على جزء بسيط من السحر واعمال السحره وبعض الرقيه الشرعيه. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تعالى سنكمل في حلقات اخرى كثيره ان شاء الله، ونستفيض في هذا الموضوع. والى ان التقي بكم اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.